انطلقت كما هو معلوم وعبر 247 مركز و991 مكتب تصويت عبر 29 بلدية بولاية أم البواقي عملية الاقتراع لتشريعيات الرابع ماي، أين سيدلي 418794 ناخب بأصواتهم. كما سجلنا مشاركة 13 قائمة حزبية وثلاث قوائم حرة تتنافس فيما بينها على 8 مقاعد برلمانية. الأجواء هنا جد عادية حيث يدلي الناخبين بأصواتهم في ظروف عادية وملائمة، أين سجلنا ومنذ الساعات الأولى عن افتتاح مكاتب التصويت حضورا محتشما للناخبين، بينما ترتقب أن تشهد العملية الانتخابية انتعاشا خلال الساعات المقبلة. للإشارة سخرت الإدارة ما يقارب عن 8160 مؤثرا لتعثير العملية الانتخابية مع تسخير كل الوسائل المادية لإنجاح عملية الاقتراع بولاية أم البواقي. من أمام مكتب التصويت بمركز عقيلة برقوق بعين فكرون ولاية أم البواقي، كان معكم عبود زروقي لقناة شروق الإخبارية.